شوط جديد ينطلق والزميل يزيد الجهني يتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، نتقدم بالتهاني والناموس لكل الفائزين في هذا المساء في آخر أيام هذا المحلي الرابع في تحديات هذا اليوم والثمانية كيلو مترات في مسافة الكبار وأشواطنا المفتوحة وأشواط الحول. انطلق هذا الشوط الخامس، انطلقت التحديات، انطلقت الآمال المرافقة لكل المضمرين. مشاهدينا الأعزاء، ناخذ المركز الأول وخامس الأشواط ينطلق. مقدمة الشوط هذه الوجبة لهجن الشيحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، هو الذي يقدم الوجبة. كما نبارك له أنه حصل على الشوط الرئيسي برفقة الوجبة، ونبارك لهجن الشيحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بالشوط الرئيسي للحول الذلل الأصايل المنطلقات. مشاهدينا الأعزاء، ناخذ المركز الثاني. ناخذ السعودية قادمة على المركز الثاني التابعة لهجن الشيحانية، المضمر المشاغب محمد بن خالد العضية من يقدم السعودية بهذا الشوط ويدفع بها بمركز متقدم. ناخذ المركز الثالث وهذه الدوحة القادمة على المركز الثالث التابعة لهجن الشيحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري الذي يعرف طريق الانتصارات. المركز الثالث، ننتقل إلى المركز الرابع. وجود المركز الرابع فزاعة، فراعة في المركز الرابع، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحة بن مري في عملية التضمير والعناية والتدريب. المركز الخامس، وصلتنا الشكلة اللي قادمة على المركز الخامس لهجن الشيحانية مع العملاق الذي فاز بالشوط الرئيسي للزمول سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من ينطلق في خامس النداء. مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة، هذه رحلة الكبار، هذه رحلة الثمانية كيلو مترات، هذه رحلة فئة الكبار وفي فئة الحول المنطلقات. هذه الأصايل، هذه اللي برصيدها السيارات، هذه برصيدها الإنجازات. يا سلام، المعركة ثلاثية ما بين الوجبة والدوحة والسعدية. الوجبة والدوحة يضمرهن الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، وهذا تاريخه مشرف، تاريخه مشرف. يا كم رمز اختطفه هذا المضمر، يا كم رمز فاز به هذا المضمر. وهذا الشعار، شعار هجن الشيحانية الذي لا يخفى على الأنظار. يا سلام، المركز الثالث، هناك السعدية، ونأخذ السعدية في المركز الثالث، وهذه برفقة محمد بن خالد العطية في هذا المحلي وفي هذه السباقات. أبدع المشاغب، أبدع المشاغب، ويشاغب داخل الميدان، يشاغب داخل الميدان. يا سلام، المركز الرابع، وصول أيضا الشكلة قادمة على المركز الرابع تابعة لهجن الشيحانية مع العملاق الذي وصل إلى مرحلة الرموز، الذي وصل إلى مرحلة الأشواط الرئيسية ولقب بالعملاق. يا سلام، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هو من يقدم الشكلة وإخواتها. بالمركز الخامس وصلت فراعة، فراعة في المركز الخامس أيضا. لو نحكي عن هذا الشعار، إنه تاريخ مشرف، تاريخ كبير يحمل هذا الشعار، تاريخ السيوف والرموز، ألا وهو شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. يا سلام، المضمر أيضا القدير علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري
الفكري لقب بالموهوب. يا سلام، هذه النتيجة للخمس مراكز مرة أخرى أنهيناها على مسامعكم وعلى قناة الريان. يا من تشاهد، يا من تشاهد سباقات الهجن في هذه اللحظات، أنت عليك المتابعة ونحن علينا الوصف والتعليق. نتمنى حسن المشاهدة للكل، لكل الجماهير. مشاهدينا الأعزاء، المعركة ثنائية، المعركة كانت ثلاثية ولكنها ثنائية في هذه اللحظات، برفقة الذهبي يحرك الوجبة والدوحة ويدفع بهن في هذا الشوط لكي يسجل اسمه من ضمن أسماء الفائزين في هذا المحلي الرابع. ولكن هذه المسافة طويلة، هي مسافة 8 كيلومترات، مسافة الكبار. يا سلام، والذهبي بالفعل يعرف هذا السن جيدا، يعرف هذا السن جيدا، ويعرف متى يحرك، ويعرف متى يصدر الأوامر. يا سلام، هناك الدوحة والوجبة كلاهما لهجن شيحانية. يا سلام، الدوحة تنطلق بكل حماس في مقدمة هذا الشوط في المركز الأول لهجن شيحانية، والمضمر السيد سالم بن فاران المري هو من يقدم الثنتين مع الوجبة، وتندفع بملاحقتها بشعارها، بشعار العنابي. يا سلام، ناخذ المركز الثالث، وهذه السعدية، وهذا شعار العطية، وهذا شعار المحيط، وهذا شعار لفان، وهذا شعار الشقب، وهذا شعار برزان، شعار هجن الشحانية، شعار الأسماء الكبيرة، شعار الأسماء الذهبية التي تصول وتجول في الميادين. ولكنه برفقة السعدية، السعدية بالمركز الثالث. في مساء الأمس كان أفضل توقيت، ذهب مع السعدية لهجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد العطية، ويقول بأن عام 2013 عام 2014 غير، وإن شاء الله تشاهدون بأشواط السيوف. يا سلام، هذه السعدية في المركز الثالث تراقب الموقف، تتابع الوجبة والدوحة. يا سلام، ننتقل إلى المركز الرابع، ومن وصلت في المركز الرابع وهي أيضا ضمن أسماء المرشحات، وهي الشكلة. يا سلام، وشكلها حلو، يا سلام، وانطلاقها جميل بالمركز الرابع. الشكلة تعود ملكيتها لهجن الشيحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، وصلت الشكلة عندما سمعت اسماء الرموز، عندما سمعت السيوف والرموز انطلقت هناك تريد الفوز، تريد الصدارة. الشكلة تشاهدونها انطلقت في هذه اللحظات وتريد أن تلحق بزميلاتها بهذا الميدان، ميدان التحدي. ناخذ المركز الخامس، نراها على بعد وهي فراعة، وربما تكون من أحد الفائزات، فراعة لهجن لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. أيضا هنا الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب. هذه أسماء قلة لكنها أسماء كبيرة، 20 اسم ينطلق بهذا الشوط، 20 لكنهن عن 200. يا سلام، أسماء لها ثقلها وزنها. وهذه نعود إلى صدارتنا، نعود إلى الإبداع، نعود إلى الوجبة والدوحة، إلى الوجبة والدوحة. ولكن هالدوحة التي تسيطر، الدوحة تحافظ على المركز الأول، الدوحة تسير بخطى ثابتة مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. وهذه لوحة الكيلوين، لوحة الكيلوين عن النهاية، لوحة الكيلوين. نعلن لكم في هذه اللحظات بأن هذه لوحة الكيلوين التي تبقت عن نهاية هذا الشوط 8 كيلومترات، 6 كيلومترات انقضت، تبقى كيلوين يا المشاغب ويا العملاق ويا الموهوب ويا الذهبي، تبقى كيلوين، كيلوين عن النهاية. وهذه الدوحة، والدوحة، الدوحة، الدوحة، الدوحة في مقدمة هذا الشوط مع هجن الشيحانية والمضمر السيد سالم بن جابر بن فاران المري. الوجبة تحركت، الوجبة تريد أن تنطلق، الوجبة تريد الناموس، وتعرف طريق الناموس، وتعرف طريق الزعفران، وتعرف طريق النهاية إلى الفوز مجدداً. يا
سلام. المنافسة شديدة في المركز الثالث، شوفوا الشكلة والسعدية، الشكلة لهجن الشحانية والسعدية لهجن الشحانية، ولكن برفقة مضمرين كبيرين عملاقين متألقين مبدعين، هنا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وأيضا المشاغب محمد بن خالد العطية. المعركة باقية ما بين الأربع والدوحة، الدوحة، وسلامي على الدوحة، وسلامي على الدوحة. وانطلقت الدوحة والعصا قوس، بشوف العصا ما تحركت، العصا على قول بمريك مثبتة تثبيت، يا سلام. يعني حرك الريشة، حرك الريشة، حرك الجهاز وقال لها قب، وقال لها قب الدوحة، يا سلام يا سلام يا سلام. مشاهدينا الأعزاء، يا الله يا الدوحة، انطلقت الدوحة، الوجبة بمطاردة قوية، أيضا الوجبة بدون أي تعليمات. وهذا الذهبي من يقدم هجن الشيحانية، ومن يضمر هذه الهجن الكبيرة المتألقة، وهذه الدوحة في مساء التاسع من نوفمبر. تذكروا هذا التاريخ لكي تشاهدونها في سباقات كبيرة، في مهرجانات كبيرة، بأشواط رئيسية. هذه الدوحة والوجبة وأيضا الشكلة والسعدية، نبارك لهذه الهجن، هجن الشيحانية الكبيرة القوية مشاهدينا الأعزاء. ولكن 500 متر وتعانق الفوز، 500 متر وتعانق الناموس وتحتضن الناموس. وهذه مسيرة الكبار، هذه من الحول السبق، هذه من الحول الأقوياء المنطلقات. الدوحة، الدوحة، وسلامي على الدوحة، وسلامي لأهل الدوحة، وسلامي لمالك الدوحة ومالك هجن الشيحانية ومضمر هجن الشيحانية. هذه لحظات الوصول، ما شاء الله تبارك الله، تصل الميتين متر الأخيرة بكل أمان وبكل ثقة وبكل تركيز وبكل ترتيب وبكل توجيه من الذهبي سالم بن فاران المري. ونعيد ونذكر وننبه بأنها بدون أي تعليمات تذكر من مضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت بها الوجبة، المركز الثالث كانت هناك وصلت الشكلة في المركز الثالث، المركز الرابع السعدية، المركز الأول الدوحة، والمركز الثاني الوجبة، والمركز الثالث الشكلة، والمركز الرابع السعدية، كلهن لهجن الشيحانية. المركز الخامس وصلت فراعة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. تهانينا والناموس لهذا الإنجاز وهذا الفوز. هذه الدوحة تشاهدونها على الشاشة أمامكم، وتشاهدون أنها بدون أي تعليمات مشاهدين الأعزاء، تشاهدون لحظات الإعادة والتوقيت الزمني، لحظة الوصول 13 دقيقة 6 ثواني 54 جزءا من الثانية. تهانينا للذهبي. المركز الثاني وصلت به الوجبة، 13 دقيقة 9 ثواني 72 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الوجبة ولهجن الشيحانية. المركز الثالث وصلت به الشكلة لهجن الشيحانية، ونهني المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. كان توقيتها الزمني لحظة الوصول، هنا لحظة الوصول 13 دقيقة 17 ثانية 92 جزء من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم،